مولانا، انا هسألك سؤال غريب شوية، ايه رأيك في العقلية اليابانية؟ عقلية راقية جدا، ونحن ارتكبنا جناية ضدها بأن لم نقدم لها النموذج الحقيقي للإسلام وإلا لتبنته. هي عقلية أول ما فيها من موروثات تراثها من قبل أن تتطور التطور الحديث، قضية الولاء في اليابانيين، ثم مع الولاء قضية احترام الجانب العملي في حياة الإنسان. اليابانيين لا تسيرهم الخطب، الغرب لا يزال الخطب لا تزال الخطب تحركه، اليابانيون لم تعد الخطب تحركهم، اليابانيون السلوك هو الذي يحركهم. فلما قرروا أن يكون هو السلوك الذي يضبطهم وهو الذي يتميز به الناس، في اليابان عندهم الارتقاء بقدر سلوكياتك وما تؤديه من عمل. هذا المعنى معنى أصيل عندنا في ديننا، لكن نحن قصرنا فيه. ليس من العيب أن نتعلمه اليوم من اليابانيين. تفتكر إيه اللي خلاهم ما يسلموش؟ يعني لم يروا الإسلام عمليا. أنا أعتقد أن الحاجب الوحيد بين الياباني وبين أن يسلم أن يرى الإسلام فيك وأن يرى الإسلام فيه. يعني كم نسبة اليابانيين الذين يحتكوا بالمسلمين؟ لا، ولكن اليابانيين وحضارات أخرى كثيرة مرتقية، المواطن السويسري، المواطن، أجزاء كبيرة من المواطن الأمريكي، المواطن الإنجليزي، كل هؤلاء المواطنين مش زينا، لم يصبحوا مثلا مسيحيين لأن هم اتولدوا مسيحيين أو بقوا مسلمين لأنه اتولدوا، لا، قرأوا كل الأديان. ليه العقليات الراقية دي لم تجد في الإسلام؟ أولا يوجد في كثير من أصحاب هذه العقول الراقية أسلموا حتى في اليابان، ونعرف أناس أساتذة كبار في الجامعة في اليابان دخلوا الإسلام، والإسلام الآن ينمو ويزدهر في اليابان. لكن سبب البطء في ذلك أنهم لم يروا النموذج المقنع من المسلمين. قلت لك أن الغربي ممكن يقتنع بخطبة ويقرأ في كتاب فيقتنع ويسلم، لكن الياباني يريد أن يرى أمامه سلوكا. طيب أنت أتيتني بنظرية، أين تطبيق هذه النظرية على واقع الحياة؟ فأعتقد أن الحجاب الأكبر اليوم بين العالم الذي يسمى اليوم بالعالم المتقدم أو المتطور وبين أن يقبل الإسلام، الحجاب الأكبر نحن المسلمين. وأخشى نحن اللي عاملين دعاية سيئة للدين بتاعنا. أخشى، وهذا كلام جدا مهم، أن نأتي يوم القيامة فيقول الله عز وجل لعدد من هؤلاء الكفار: ادخلوا الجنة لأنكم لم تعرفوا، لم تبلغكم رسالتي، أنا قلت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أخشى أن يقول أنتم لم تصلكم الرسالة، ولو وصلتكم لأخذتم بها، فأنتم حكمكم حكم أهل الفترة وادخلوا الجنة، ويمسكني أنا ويمسكك أنت. عملت ويل الناس. ويقول أنتم الذين أضللتم هؤلاء. أخشى أن يقول أن الله عز وجل الذي رأوه منكم وهم يعتقدون أنكم المسلمون، الإسلام الذي رأوه فيكم هو الذي صدهم عن حقيقة الإسلام. أخشى أن يوقف الله عز وجل رجل مثل راسم الرسومات المسيئة، طبعا هو على باطل، أنا لا أقصد ذاته، لكن كمثال، أن يوقفه بين يديه يقول: كيف تتجرأ على حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم وترسمه بهذه الصورة؟ فيقول: يا ربي أنا رأيت أمته هكذا، رأيت تصرفات المسلمين هكذا، فأنا رسمت محمد من خلال أتباعه. فالقضية أن نحتاج إلى صدق في نقد الذات لكي نخرج من التطرفين، تطرفين علت أصوات أصحابها إلى الحد الذي آذتنا وشوشت علينا. تطرف باسم الإسلام يريد أن يقدمنا على أن ملائكة، أيوة، وكل مشاكلنا مؤامرات الآخرين علينا، ولولا الغرب إحنا كنا بقينا أعظم ناس. وكل خطأ ننتقد فيه أنفسنا، يا لا لا بلاش جلد الذات، الغلط ليس منا، الغلط من فلان وفلان. هذا تطرف. وتطرف آخر يرى أننا لا شيء وتاريخنا تاريخ وحشي وصدامي وإقصائي والفتوحات احتلال، وأن لن نرتقي ولن نتنظف ولن نكون آدميين إلا إذا قلدنا الغرب أو الشرق خطوة بخطوة بدون أي تبصر. هذان الطرفان أتعبونا. نحن بحاجة اليوم إلى تبصر، ننقد ذاتنا نقدا حقيقيا، ونأخذ من الشرق والغرب المفيد. الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، لكن نعلم أن لن نكون محترمين في العالم قط بأن نخلع جلدنا ونأخذ جلدا آخر، بأن نتبرأ من كل ماضينا بخيره وشره، بأن نحرف مفاهيمنا الدينية لنرضي زيدا أو عمرا. لن نحترم بذلك. أننا سنحترم لو أخذنا المفيد من العالم وجعلنا الأصل، القاعدة التي نبني عليها هذا المفيد، هويتنا نحن. الياباني أخذ من أمريكا ومن أخذ من ألمانيا بالتحديد صناعات الثقيلة، لكنه لم يأخذ الثقافة الألمانية. الياباني معتد بثقافته، ما احتاج أن يغير جلسته على الأرض في الأكل حتى يحترمه العالم. بالضبط بالضبط. قبل ما أطلع فاصل إعلاني، حضرتك ذكرت
ان الغرب عندما يرانا لا يتحمس للدين بتاعنا. اما كنت في فرنسا كنت قاعد مع بعض السيدات الفرنسويات فقالوا احنا ما نقدرش نخش الدين اللي بينقب الست، انا ما اقدرش ابقى منقبه. ايه رايك في النقاب؟ النقاب امر مختلف فيه بين العلماء، فمن العلماء من قال انه فضيله، من العلماء من قال انه واجب، والان في العصر الحديث سمعنا من يقول انه عاده وليس له علاقه بالدين، واعتقد ان هناك توجهات سياسيه لها تاثير على هذا الكلام الاخير. ليست هي القضيه. وليس المنع او التاخر عند بعض النساء ان يمنعهم من الاسلام النقاب. لانها لو سالت لقيل لها النقاب ليس واجبا على الاقل في حقك، وليس واجبا عند اكثر اهل العلم عند في حق الجميع. لو بيقولوا عليه جمهور العلماء، جمهور العلماء لم يقولوا بالوجوب، بعض العلماء المحترمين قالوا بالوجوب، لكن الجمهور قالوا بانه فضيله، وان المراه اذا شعرت في لحظه من اللحظات ان هناك من ينظر اليها نظره غير حسنه وما استطاعت ان تمنعه من النظر، فمن الطبيعي ان المراه الشريفه تقول بالغطاء على وجهها حتى تحفظ نفسها. ولكن دي حاله استثنائيه مش حاله دائمه يعني. اي انا قلت الجمهور يقولون انه ليس بواجب، وبعض العلماء المحترمين قالوا بوجوبه. ليست هذه المشكلة عند المرأة التي في فرنسا في الحقيقة، لا، مشكلة النقاب في فرنسا مشكلة مفتعلة، لعبة انتخابات كما حصلت قبل ذلك لعبة الانتخابات في قضية الحجاب، كما حصلت لعبة الانتخابات في الفيلم الهولندي المسيء، كما حصلت لعبة، هي لعبة سياسية من خلالها تحاول بعض الجهات السياسية في الغرب أن تستثمر الخوف الموجود في الشارع الغربي من تنامي الإسلام في الغرب. الدراسات التي يعملونها تقول أنه في عام 2030 ألمانيا ستكون نسبة المسلمين فيها 40% بالولادة، لو بطل الهجرة يعني بالولادة، بالولادة لو توقف الألمان عن دخول الإسلام إلى هذا الحد، الذين هم مسلمون من الشعب مسلم. دراسة تقول أن عام 2050 نسبة المسلمين في فرنسا بالولادة فضلا عن الاعتناق ستكون 60%، يعني صناديق الانتخاب ستكون إلى جهة المسلمين. هناك رعب مبني على دراسات قائمة عندهم للمستقبل السياسي. برضو الدول دي ممكن يجرى لها حاجة من المسلمين يبقوا كتير. أنا أعذرهم في تخوفهم، لكن شيء آخر لا يعذرون فيه هو المنهج اللا أخلاقي في معالجة المشكلة التي يرونها. المنهج اللا أخلاقي عند بعض الشخصيات السياسية وبعض الأحزاب السياسية التي تحاول أن تسجل مكاسب انتخابية على حساب إيجاد توتر في بلادهم، رفض للوجود المسلم الذي هو أصبح قضية حتمية. المسلمون اليوم في الغرب لم يعودوا المهاجرين الذين يمكن أن يرحلوا، هو الجيل الجديد يعني، لم يعودوا المهاجرين الذين يمكن أن يرحلوا. اليوم المسلمين في أوروبا وحدها، أوروبا الغربية، فوق 30 مليون، وإذا دخلت الشرقية البوسنة والهرسك وكوسوفا ثم أضفت تركيا سيتفوقون على 50 مليون أو 60 مليون. إذن هم واقع، لهذا من الأولى لهم والأفضل حتى لمصالحهم المستقبلية أن يتقبلوا هذا الواقع ويعملوا على الرقي بهذا الواقع، بدلا من أن تشتغل أجهزتهم على محاولة إلقاء الضوء على المتطرفين وإبرازهم على أنهم هم المسلمون الصح المحققيون ليخوفوا شعبهم من المسلمين ويخلقوا حالة رفض لوجود المسلم كإضافة إلى الهوية الأوروبية، وهم بذلك ينقضون الشيء الذي يريدون أن يفرضوه علينا في منطقتنا. هم يتكلمون في المفاهيم الليبرالية التي يدعمونها ويضغطون علينا لقبولها في منطقتنا بالمال والسياسة والترغيب والترهيب، هم يحاولون أن يعلمونا ويدرسونا أن نقبل التنوع وعدم الإقصاء و و و طيب حاضر، لماذا لا يقبل المجتمع الأوروبي اختبار قبول التنوع بجعل الهوية الإسلامية جزء يضاف إلى الهوية الأوروبية؟ هذه قضية أخلاقية أمام قيمهم التي يؤمنون بها. ليه يضاف للقيم الأوروبية؟ لأنه واقع، لأن اليوم المسلمون أصبحوا يعني جزء من أوروبا. أنت جيت لي من 5-6 سنين أو من 10 سنين مطرود من بلدك وحالتك تعبانة وقلت لي بس لو سمحت أنا عايز بس أقعد في البيت ده، قعدني بس انا مطرود وانا مش انا مقهور، فراحت جايه الدوله ديت المسيحيه جابت لك بيت وعملت لك راتب وبعد شويه ادتك جنسيه، فقلت لي ايه بس لو سمحت انا عايز بس جامع اصلي فيه، صغير، زاويه مش جامع، زاويه بس صغيره اقعد بس عشان بنؤدي شويه، عاوز اطبق الاسلام. لا، هنا خطأين. الخطأ الأول، أولا أوروبا لم تعد دولة مسيحية، لم تعد الحكومات الأوروبية ليست حكومات مسيحية، هي حكومات ليبرالية. نعم اليمين المتدين الآن يتصاعد فيها بسبب اللعب على ورقة التخويف من الإسلام. ثانيا، نحن لا نتكلم عن تطبيق الشريعة في أوروبا، نتكلم عن قبول الإسلام كجزء من مفردات الهوية الأوروبية. وبالمناسبة هذا النقاش جاري من 3 سنوات إلى الآن في الاتحاد الأوروبي، كيف نتعامل مع الهوية الإسلامية كجزء من أوروبا اليوم. أنا لا أتكلم عن الصومالي المطرود مع محبتي واحترامي له الذي جاء إليهم لاجئا أو العراقي، أنا أتكلم اليوم عن الإنجليزي المسلم.
تكلم عن الألمان مش بس تولد، الذي هو من أصل إنجليزي، الإنجليزي الفرنسي المسلم، الألماني المسلم. طيب البوسنة والهرسك، طيب الدول الشرقية التي تدخل الآن إلى الاتحاد الأوروبي، كوسوفا، هذه المناطق فيها مسلمين أصيلين. أنت الآن تتكلم عن شيء اسمه حق المواطنة، وتريد أن تفرض هذه الرؤية عندي في بلداني، في بلدي. أنت الآن تعلمني أن حق المواطنة مقدم على حق الدين، وأن يا مشايخ لازم تتربوا الناس وتتكلموا على أن المواطنة شيء ينبغي أن يراعى. آمين، نحن نحب الوطن، وحب الوطن من الإيمان في مفاهيمنا، لكن كيف أنت في نفس الوقت تناقض نفسك على أرضك وفي بلدك، وترفض أن تحترم مواطن موجود بين ظهرانيك؟ لكن للإنصاف هناك جزء آخر يجب أن نلقي عليه الضوء في هذه المشكلة، وهو أن الكثير من سلوكيات المسلمين هناك لا تشجع على فهم الإسلام واحترام الإسلام. بالضبط. لهذا نحن نحتاج أيضا قبل أن نطالب، أو مع مطالبتنا للدول أن تحترم وجود المسلمين زي فيها، القضية اللي اتعملت في سويسرا، الضجة اللي اتعملت في العالم العربي، إن إزاي منعين المآذن. طب يا أخي أنت رايح سويسرا تبني جوامع؟ يعني أنا عايز أفهم القضية دي برضو. يعني إحنا قلنا أنك ضيف في هذه الدولة. لا، ليس بضيف، أنا هنا أختلف معك. المسلمون الذين يحملون الجنسية السويسرية هم سويسريون، والمبادئ التي يتكلمون عنها والتي اليوم هم يضغطون على دولنا فيها، اليوم يضغط على دولنا في الخليج أن الناس الهنود والباكستانيين اليوم معابد. لا مش بس كذا، اللي صار لهم 20 سنة و30 سنة المفروض يتجنسوا، والمفروض يكون لهم حق في التدخل في القرار. من أين أنت الآن تضغط علي بهذا الكلام وتنكر وجود شيء عندك قائم؟ فقضية أنه مش من حقهم، لا من حقهم، لكن قضية تضخيم الموضوع كقضية المنارات، منع المآذن، تضخيم هذه القضية وجعل انعكاس لها يحصل في عالمنا نحن، وتطبيل ومظاهرات وصياح عندنا أكثر مما يحصل في سويسرا. هنا تأتي مشكلة أخرى، وهي استغلال بعض التوجهات الإسلامية السياسية لأمثال هذه القضايا لتجييش الشعوب في صفها. لما يتحول الكلام هنا في مصر، في المملكة العربية السعودية، في اليمن، في سوريا، في الشام، في المغرب، في الدول الإسلامية، في باكستان، إلى مظاهرات وصياح، تستثمرها بعض الرموز الدينية السياسية لتقوي الولاء لها والتفاف الناس حولها، وتظهر في صورة صاحب رفع راية الإسلام والانتصار للإسلام، هذا لعب بقضايا المسلمين، هذا لا يجوز. مولانا هنطلع فاصل إعلاني أخير ونرجع تاني، وإن شاء الله مولانا يعدنا أن الفقرة القادمة يعني لا ينسانا بالدعاء، ونؤمن وراءه زي ما بتكلم وقلت في أول البرنامج أن أنا من مؤمنين بالبركة، فبركة الدعاء مولانا في الفقرة القادمة. يعني ياريت الفقرة القادمة نستعد للدعاء خلف مولانا الحبيب علي الجفري، وهي فرصة وما بيحرمناش منها كل سنة، وإن شاء الله ربنا يستجيب لدعانا في هذه الأيام المباركة. نطلع فاصل إعلان ونرجع تاني، ابقوا معنا.